يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه المقولة وهل هي صحيحة؟ من أبغض مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، من أبغض شيئا، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا في نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب العشرة، ولو عمل به ما دام يكرهه، هذا شغل المنافقين، هم يعملون لكنهم يكرهون ما أنزل الله، فهم كفار في الدرك الأسفل من النار. نعم.